ملي كنهضروا على الاي سي يو راه هو واحد الكلمه اللي كتجمع سيرش انجن اوبتيمايزيشن اللي عندها علاقه بتحسين ظهور الموقع ديالك في محركات البحث. ملي كنهضروا على التحسين سافو دير انك خص تكون كتفهم في هاد الحوايج باش تجيب دي فيزيتور باش تجيب زوار من جوجل للويب سايت ديالك ويدخلوا للمتجر ديالك ويتقداو. وهادو الى جاو غالبا كيجيو فابور ما خسرتي عليهم والو. وباش انه يجيوك هاد لي كليون فابور كيخصك تعرف الكلمه المفتاحيه الكي وورد. ملي كنهضروا على الكي وورد كنهضروا على واحد الكلمه مفتاحيه مثلا برودوي ديال نقولوا برودوي ديال شي برودوي مثلا لانش بوكس. مثلا لانش بوكس نختاروا المثال ديال لانش بوكس هو داك البرودوي اللي ديك البواط اللي كيديروا فيهم الناس الماكله ديالهم سواء لي بيبي سواء لي زونفون ولا حنا بحالنا اللي خدامين هنا ما كنقدروش نمشيو نتغداو كيخصنا واحد لانش بوكس ديالنا. يعني هاد لانش بوكس كلمه لانش بوكس وكاينه عندها مرادف ديالها في لغات اخرين. اوكي غتاخد ديك الكلمه ديال لانش بوكس كيخصها تكون عندك في العنوان ديال البرودوي ديالك وخصها تكون مكتوبه في الوصف ديال 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 البرودوي. الا كنتي كاتبها في هاد جوج حوايج بلس ان يكون واحد الصوره عندها علاقه باللانش بوكس. اوكي كيولي جوجل كيعرفك بانك انت في هاد البرودوي كتهضر على اللانش بوكس. ملي كيكتبوا شي واحد في جوجل يقدر يطلع عليه المتجر ديالك بانه من بين المتاجر اللي كيبيع هاد اللانش بوكس. اوكي